موعد مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم والقنوات الناقلة ستجمع ثاني مباريات كأس العالم 2022 بين منتخبي إنجلترا وإيران لحساب المجموعة الثانية بعد ساعات قليلة من مباراة افتتاح المونديال بين قطر والإكوادور. ويتواجد منتخب إنجلترا وإيران رفقة منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز في إحدى أكثر المجموعات إثارة سواء داخل الملعب أو خارجه. منتخب إنجلترا يدخل كأس العالم 2022 بشكوك كثيرة بعد الأداء الهزيل في دوري الأمم الأوروبية والذي جعل مطالبات إقالة المدرب، وأصبح التتويج بالمونديال لا بديل عنه للاعبين وكذلك مدربهم. على الجانب الآخر يشارك المنتخب الإيراني للمرة الثالثة على التوالي بقيادة مدربه المحنك كارلوس كيروش في كأس العالم، ورغم المشكلات الداخلية من تأخير إعلان القائمة والأزمات بين الاتحاد واللاعبين، لكن يتوقع أن يقدم مباريات مميزة التي قدمها في المونديال الماضي. تقام مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022 يوم الاثنين الموافق للواحد وعشرون من نوفمبر على ملعب خليفة الدولي، حددت الساعة الثالثة مساء بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات موعدا لانطلاق المباراة. أما عن القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022 هي قنوات بي إن سبورتس، ويمكن أيضا متابعة المباراة من خلال القنوات المستحدثة شبكة قنوات الكأس الرياضي القطرية إكسترا والتي حصلت أيضا على حقوق بث كأس العالم. أما على الإنترنت فستبث المباراة من خلال خدمة بي إن كونكت. موعد مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم والقنوات الناقلة. البحث يكثر عن موعد مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022 بقطر والتي يخوضها بطل كأس الأمم الإفريقية 2021 وهولندا بطل وصيف نسخة المونديال 2010. ويسعى منتخب السنغال بطل إفريقيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في انطلاقة مسيرته ببطولة كأس العالم، بحثا عن تحقيق إنجاز جديد في المحفل الكروي العالمي كما حققته في 2002. منتخب السنغال وهولندا يتنافسان ضمن المجموعة الأولى بجانب قطر والإكوادور. أما عن موعد مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة ومعلق اللقاء مساء الاثنين 21 نوفمبر، تنطلق مباراة السنغال ضد هولندا في كأس العالم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت قطر ومكة المكرمة. أما عن القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد هولندا في كأس العالم 2022 فهي قنوات الكاس إكسترا 2 والكاس إكسترا 1 HD، بين سبورت HD 2 ماكس وبين سبورت HD 1 ماكس. يقوم بالتعليق على مباراة السنغال ضد هولندا في كأس العالم المعلق الرياضي مشاري القرني وخليل البلوشي ورؤوف خليف.